زوجي مهندس كهرباء. زوجك ايه؟ مهندس كهرباء. نعم. بيشتغل في شركة هنا في مصر يعني. فهو كان بيشتغل الأول في أعمال مدنية عادية، بعدين دلوقتي جاله شغل في قرية سياحية. فهو خيف، بعدين في استخار وكده ان هو يسيب الشغل، فجاله سفر للدول العربية يعني. فهو خايف يسافر يكون هو كده بيسعى ورا الدنيا ورا المال يعني، وان الشغل في دول الخليج طول النهار شغل، خايف يبعد عن ربنا. فهو كان في حيرة من الأمر. بس جزاك الله خير، بارك الله فيك. أما بالنسبة للزوج يعني، أنه هو إذا خرج في أي بلد أجنبي أو في أي بلد يعني عربي، بحيث أنه هو يوسع على نفسه من الرزق، هل هذا من الجري وراء الدنيا؟ لا، ليس هذا من الجري وراء الدنيا، طالما الرجل يعني ملتزم بأحكام دينه بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، فلا مانع أن يذهب وأن يوسع على نفسه، لأن هؤلاء الصالحين لما ربنا عز وجل بيوسع عليهم فإنهم يتصدقون على الفقراء، وبرضو بيأكلوا ناس جنبهم يعني. فبرضو حتى هو يعني إما أن يكون عالما، وإما أن يكون رجلا غنيا يعمل في المال بمقتضى العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فممكن هو يكون واحد من الاثنين دول، يعني العالم والرجل اللي معاه مال لكنه أنفق المال على مقتضى العلم، دول كفرة سيرهان، وهم الاثنين اللي هم يستحقوا الايه؟ يستحقوا الغبطة ويستحقوا الحسد. فليكن زوجك من هذا الضرب الثاني، الرجل يكون معه مال ويسلطه على هلكته في الحق، فهذا ممكن يجري في مضمار العالم.